السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات في المختبر. لما تتعامل مع المغناطيسات وتروح تشتريهم بقول لك هذا المغناطيس نيوديميوم تمام، ولكن بحط جنبه رقم نيوديميوم 35، نيوديميوم 52، نيوديميوم مثلا 42 أو 52 مرة تانية. فشو معنى هذه الأرقام وشو علاقتها بالقوة؟ تمام، احنا بنعرف طبعا أنه أنواع المغناطيسات، في منها مغناطيسات باودر، في منها مغناطيسات في الرايت، ولكن اليوم بدنا نستثني الحديث فقط على ايش؟ النيوديميوم، لانه الاشهر والاقوى وهو اللي ايش ممكن تلاقيه متوفر بالسوق واشكال وانواع مختلفه افضل كتير من ايش الانواع الثانيه. فهنخلي الحديث على هذا الموضوع، وخلينا اليوم نفهم شو معنى هذه الارقام وعلاقتها بالقوه وكيف ممكن نقيس قوتها، مش الرقم هذا طبعا، قوتها عن طريق جهاز معين آخر. إيش وحدة القياس؟ هل هي جاوس تسلا؟ طب إيش الجاوس والتسلا هدول علاقتهم ببعض؟ هذا اللي بدنا نتعلمه في هذا الفيديو، لأنه مهم جدا تعرف هذه الحاجات ولما تشتري تعرف تفرق بين الأول والتاني. هذا الفيديو برعاية شركة بي سي بي واي، الشركة تدعم أغلب فيديوهاتي، وهي الشركة بستعملها لإنتاج أغلب اللوحات الإلكترونية للمشاريع اللي بشتغل عليها. طبعا شركة بي سي بي واي عاملة بعض العروض بمناسبة السنة الثامنة لمنذ تأسيسها، وطبعا هذه العروض تشمل أسعار مخفضة أو خدمات مختلفة أو أيضا كوبونات زي ما احنا شايفين، وكمان بعض الجوائز للمسابقات. وبالتالي ممكن أنت لو أنت في دولة وتحب يعني تقدر يعني تطلب، فأنت بصراحة ممكن تستفيد من هذه الفترة في العروض اللي هم عاملينها. ياريت تطلع على هذه الصفحة، أنا هحط رابطها أسفل الفيديو بحيث أنك تشوف كل الخدمات. طبعا زي ما احنا عارفين بي سي بي واي الآن صارت مش فقط لتصنيع اللوحات المطبوعة، وإنما كمان تقدر تعمل 3D printing وكمان حاجات أعقد من هيك، بالإضافة طبعا للمولدينج اللي هو إنك أنت تعمل نموذج بلاستيكي معين، وهذا مفيد للناس اللي بتصمم إيش منتجات معينة من البلاستيك أو حتى الجلد. فصار الأمر مش فقط إنها تصنع لك البي سي بي، لا ممكن حتى تساهم معك في تصنيع إيش المنتج بشكل إيش كامل. فأنا أسيب لك الرابط هذا عشان تطلع عليه في الأسفل. طيب شباب، زي ما قلنا إنه في مثلاً بيكون عندك مجموعة كبيرة من المغناطيسات، أو لما تروح أنت تشتري مغناطيس معين بأبعاد معينة وبشكل معين زي ما احنا شايفين هنا، هذا عبارة عن مستطيل، ولكن هذا مستطيل مع ثقب، هذا عبارة عن دائري ديسك بسموه، وهذا ديسك مع إيش؟ مع ثقب برضو. طيب لما تشتري أي واحد ماشي، أنت بتعرف الأشكال ما فيش مشكلة فيهم، ولكن بيسأل بقول لك ايش الان، ايش الجريد، هذا بنسميه شباب الجريد، اوكي عشان بس نكون واضحين، هذا الجريد. الجريد يا شباب هو عبارة عن درجة قوة وتركيز المجال المغناطيسي. كل ما بيزيد الرقم مثلا من 35 ل 42 ل 52، كل ما بتزيد قوة المجال المغناطيسي وبالتالي بيزيد قوة الجذب. تمام، لو عندك مثلا نفس المغناطيس 1N42 1N35 نفس الشكل نفس الأبعاد وحطيته على مسافة واحدة من جسم معين، قوة الدفع أو الجذب لهذا الجسم هيكون إيش؟ اللي رقمه أعلى هو إيش؟ اللي هيعمل قوة أكبر. وهذه طبعا تابعة للمصنعية تبعته، كيف هو إيش؟ بيزود بعض العناصر، بيعرضها لبعض الأشياء الثانية، او بيعمل خليط معين او ضغط معين بحيث انه يوفر لك هذه الارقام. وبالتالي لما تيجي تشتري انت ممكن تشتري اعلى حاجه، نفترض يعني موجود N52 وايش، وبتعتبره انه اقوى من ايش N35 لو انت بدك بالقوه. وطبعا شباب لما تروح انت على تستعمل جهاز عشان يقيس لك مثلا قوه المجال المغناطيسي، هيقيس لك اياه بحاجه اسمها مثلا، يعني في عندك نوعين، يا اما تسلا اوكي يا اما جاوس. تمام، التسلا برمز لها بالرمز تي، والجاوس بالرمز ايش؟ بالرمز جي. تمام، طبعا طب ايش بتساوي تسلا ولا جاوس؟ يعني لو انا عندي جهاز بيطلع مثلا بالتسلا، لو عندي جهاز بيطلع بالجاوس، كيف احول الاثنين لبعض؟ بقول لك يا سيدي الواحد تسلا بيساوي 10,000 جاوس، او بمعنى اخر الواحد ملي تسلا إذا أنت بتقيسه بالملي تسلا هيساوي 10 جاوس. تمام،
وبالتالي هذه هي العلاقة بينهم. لو أنت عندك بالقاوس ممكن تحولها تسلا أو العكس، أو لو عندك مثلا جهاز بيقيس بالقاوس وبدك إياه بتسلا، فهذه عبارة عن نظرية التحويل، يعني سهلة جدا. تمام، طبعا هنشوف اليوم جهاز. أولا هنحط قدامه مغناطيسات، هحط قدامه مغناطيس كهربي كمان، وقيس إيش القوة تبعته. طبعا هنشوف إيش بيعطينا، يا بهادي يا بهادي. تمام، بعض المواقع كتير بتتعامل مع الملي مع القاوس، تمام، عشان أرقامه يعني كبيرة هيك وبتحسسك بالمفهومية. تمام، غير هيك ممكن تعملها بالقاوس بالتسلا. طبعا هفرجيك برضو موقع، الموقع هذا برضو هاي يدينا شوية إيش علاقة الأرقام هذه بالأبعاد بالشكل مع قوة الجذب وكمان مع قوة المجال المغناطيسي بالقاوس ولا التسلا. فخلينا برضو إيش نشوف إيش اللي معنا اليوم. طبعا يا شباب أنا معي هذا الجهاز اللي اسمه قاوس ميتر، اللي هو بده يقيس القوة تبعت المغناطيسات. خلينا نشوف إيش فيه. طبعا الباكيت تبعه والحاجات اللي هو جاي فيها الباكيج تبعته يعني جميلة. تمام، هنشوف إيش فيه هنا لو إحنا حابين. بيجي كتالوج، بيجي معاه حاجة تانية ممكن يعني كريفيو، ولكن المهم عندنا هذا. إيش هو هذا؟ هو عبارة عن الجهاز نفسه. تمام، في مفتاح هنا. طيب الجهاز هذا عبارة عن اللي هو الجاوس ميتر، أو مكتوب هنا حتى تسلا ميتر، يعني قلنا الحين عرفنا إيش التنين كيف بنحولها بعض. هذا الموديل تبعه SG200، لو أنت حابب تشتري واحد زيه. هذا جبته من أمازون قبل يعني أكثر من سنة وشوية. هذا عشان تصفر، أنا أول مرة أستعمله باي ذا واي، عشان إيش نصفر، وهذا عشان نعمل تشيك على ما أعتقد. هذه بالتسلا أو بالملي تسلا، مين يعني أنت بدك أقصى حد بالملي تسلا ولا أقصى حد بالتسلا؟ زي مثلا لما تختار أنت بدك تقيس فولت لحد 100 فولت ولا 1000 فولت، وبتختار عشان يقيس لك إيش الدقة. تمام، فأنت لو كان بالتسلا تمام هيكون بيقيس لك يعني برينجات أكبر، لو كان بالملي تسلا هيكون بيقيس لك بأدق أكتر. تمام، لتشيك الميجرمنت هذه نشوف يعني وقتش هنستعملها ايش هي، وهذا ايش الاون اوف تبعها. طبعا ممكن هنا يشغل على بطارية على ما اعتقد، ولكن ايش في له هنا باور سبلاي، وفي هنا له هنا زي حاجة ممكن نعاير فيها التصفير على ما اعتقد، بس ما جربتش ولا شفته. فهذا عبارة عن باور سبلاي، اوكي. وهذا طبعا كيف هنقيس السنسور، وين السنسور؟ هو بندخله من هنا، اللي هو عبارة عن الرود هذا. تمام، بندخله، وهذا جواته ايش؟ جواته واحد من السنسورات، يمكن واحد منهم اللي عرضناه في الفيديو السابق عن مثلا يمكن هول افكت سنسور. تمام، هول افكت سنسور، بس مش عارف انا وين موجود. تمام، فاحنا غالبية القياس تبعت الجاوس ميتر او تيستا ميتر هو انت بتحطها على المغناطيس وبتضلك تمشي 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 لحد ما يطلع ماكسيمم، اكتر حاجة هنيتها هو اللي بتعتبره. ممكن اكتر حاجة يكون بالشكل هذا، ممكن بالشكل هذا، ممكن بتلفه بالشكل هذا بحيث انه ايش يطلع معك الماكسيمم. طبعا هو ما بنفتح لانه برضو معاير معمول كاليبريشن ولا شيء. فخلينا اول حاجة نحط الباور ونشوف نشغله ونشوف ايش معنى قراءات اليوم. طبعا هذا هو الكتالوج تبعه، اوكي. يعني انا مش هقرا في 100%، ولكن يعني هو بيحتوي على بعض المعلومات اللي ممكن ابتدائية. تمام، لكن انا بدي اشوف الازرار والحاجات هذه. طبعا هاي اللي بحكيه هنا، خلينا نشوف المعايير المهمة. تمام، بحكي طبعا اول حاجة زي ما احنا شفنا هنا، 1 ملي تسلا يساوي 10 جاوس. تمام، بيقيس من 0 الى 200 ملي تسلا او من 0 الى 2000 ملي تسلا، طبعا حسب الرينج اللي انت عايزه. بيشتغل على 9 فولت، اوكي. الريزوليوشن والاكيرسي 1%، الريزوليوشن 0.1 ملي تسلا. تمام، 0.1 ملي تسلا يعني تقريبا 1 جاوس. لو هنا 0.1 ملي يعني تقسيم 10، هنا تقسيم 10 تقريبا 1 جاوس. تمام، وهنا عبارة عن temperature. طبعا هنا في الرسمة مع ايش كل بوتن موجود. طبعا بحكي اول حاجة اللي هي هنا ال LCD، هذا الزر علشان الرينج. تمام، لا هنا عشان الزيرو، عشان نعمله زيرو. خلينا افرجيك هذا بس عشان نصفره. رقم 3 عشان الرينج، اذا قلنا من 200 ملي تسلا ولا تسلا كثيرة.
رقم 4 بقول لك ميجر تشيك سويتش، ميجر او تشيك، ميجر او تشيك، يعني لو كان مضغوط تشيك، لو كان مش مضغوط ميجر. طب ايش معنى تشيك اصلا؟ مش عارف. ورقم 5 لهذه اللي هم الجانب هذه عبارة عن check adjustment when change the problem. على ما أعتقد هذا هو، بس هنشوف يعني إيش القصة، يعني أساسا لو واحد يعني بده يستعملها. وهنا طبعا اللي هو المعلومات على كيف أنت تستعمله. أحاول أنا أقرأها وأختصر لكم إياها بالحديث. طيب شباب، الأمر يعني مش صعب كتير. فالآن هاي إحنا حطيت الباور وشبكت السنسور هنا، فنعمل on. مفترض في المنطقة هذه ما فيش فيها أي مجال مغناطيسي مفترض، أوكي. وبالتالي القراءة الموجودة هنا هي 10.5، مكتوب هنا MT يعني ملي تسلا، تمام. فبدنا نحاول نصفرها، لأنه إيش لازم تتصفر هاي. هيك تقريبا صفرناها، تمام. هيك صفرناها معناته إنه فيش فعلا مجال مغناطيسي. الآن شو اللي بدي أعمله؟ بكل بساطة بدي أجيب بعض الإيش اللي هو المغناطيسات اللي احنا اتفقنا عليهم. طبعا بالنسبة للان تبعتهم والرقم اللي هو الجريد انا مش عارف، تمام، لانه هدول شريتهم بشكل عشوائي زمان. ولكن يعني احنا هنحطهم على مسافة صفرية، اوكي، وايش ونشوف فعلا وين بده يكون. هبدأ بالكبير، ليش؟ لانه الكبير هيكون اسهل في عملية القياس، تمام. أحاول أحطه بالشكل هذا في الأول، تمام، وأبدأ كده. وإيش إيش ملاحظين هنا شباب؟ خليني بس أقرب شوي، هنشوف يعني إيش بده يصير. أول حاجة هنا بيبدأ يظهر حرف S، وها هاي S، ولكن قديش بالملي تسلا؟ هاي بدأ يرتفع، معناته تقريبا السنسور في المنطقة هذه ملي تسلا. نشوف وين اعلى اشي، تمام، اي 12 13 15 وشوية، ها بدأ ينزل، تمام. وبالتالي في المنطقة هذه يعني تقريبا 16 17، اوكي بدأ ينزل هنا، خليني ارجع، تقريبا 18 وشوية، 18.6 18.9، كل شوي بزيدها مش عارف ليه، 20 الآن. طيب هو وصل معنا 20. طيب هرجع مرة تانية، بس هنا S يعني ساوث، S يعني ساوث. مرة تانية هشوف قديش تقريبا 20، تمام، وصل تقريبا 20. مرة ثالثة برضو 20، 20 ملي تسلا يا شباب. لو انا قلبته بالشكل هذا، وبرضو طبعا في هنا ثقب، يمكن هذا بيأثر على القراءة الجانبية، او اوكي لسه بيظهر اس، انا مش عارف ليش، بس برضو تقريبا قريب من 20. بدي اشوف انا قضية الاس هذه، وشوف من الجانب كمان، يعني وصل 26، بس انا قاعد بدي اقلب هذا اشوف، بلفه كده شوي، هل بيظهر ان؟ ما بيظهرش، يعني بيظهر اس، انا مش عارف مدام هيك حسبت الاس يعني ساوث، لكن ما بتتغيرش الامر بالمرة، حتى لو قلبته كده ما بتغير. طيب هذا 20 ملي تسلا، معناته بالجاوس هيطلع ايش؟ 20 ضرب 10,000، اوكي 20 ضرب 10,000 بيطلع ايش اللي هو لا الواحد ملي تسلا. تعال نشوف هنا 20 ملي تسلا هنا ضرب 20، اوكي هيطلع ايش 200 جاوس، تمام. هنا 20 ملي تسلا ضرب 20 هنا بيطلع 200 جاوس. طيب نشوف اللي بعده، نشوف واحد تاني، واحد هيك ارفع شوية بس من غير ثقب،
واخده من النص برضو بالشكل هاد. طبعا هنا بتبدأ يزيد شوي، اي تقريبا برضو حوالي 20 19 شوية. تمام، لو قلبته الكتالوج بيقول لي لو انت قلبت وجه موجب وسالب يعني معناته الموجب معناته نورث، السالب معناته جاوس ساوث، هذا ملي تسلا. تمام، يعني لسه احنا في رينج الملي تسلا على ما اعتقد، انا مش عارف هيك. اوكي هيك واحنا طالقين وكده هو عبارة عن الملي تسلا. اوكي هيك بكون بالتسلا، بس ايش طبعا هو مش هيقيس حاجة بالتسلا. 20 لسه 20 ملي تسلا، لكن هيك بكون ادق شوية. طيب هذا الثاني، نشوف الصغار. تمام، هذا في ثقب، نشوف هنا تقريبا هيك وهيك تقريبا 10. اوكي 10، وهذا طبيعي لانه يعني اصغر. بس كمان مرة يا شباب بحاول، يعني شايفوا انه بوصل فوق ال 22 25 25 26 تقريبا واكثر. شو معنى يا شباب هذا الكلام؟ معنى انه هذا الان تبعته مقارنة بهذا. اوكي تمام، يعني هذا اكثر حاجة وصلها 20، هذا وصل 25 مع انه اصغر في الحجم. تمام، شو معناته؟ انه هذا ممكن يكون ان 54 او 52. تمام، هذا الان 35 ممكن يكون، كويس، لانه اكبر في الحجم ولكن اقل في القوة. هذا اقل في الحجم ولكن اكبر في القوة، معناته الان تبعت هذا اكثر من هذا، ان 52 ان 35 نفترض. طيب تعال نشوف اخر واحد اللي هو الصغير هذا. اوكي دمشي عليه بالشكل هذا واشوف وين بدي اوصل اكثر اشي. او هذا الصغير هي وصل 20، يعني بدي احاول اقرب 22 هيو، يعني تقريبا وصل 22 في بعض الاحيان. انا بدي اوصل نقطة معينة، ها شايفين؟ طب شو معنى الكلام هذا برضو؟ معنى الكلام هذا انه مع انه هادول يعني هذا اصغر من هذا، لكن احتمال ايش؟ يعني في بينهم تقارب كتير في القوة، معناته انه احتمال يكون هذا ان 52 او اعلى شوية. تمام، وهذا كمان اقوى من هذا. تمام، يعني هذا الصغير اقوى من الكبير هذا، لانه الكبير ما اعطانا القوة اللي هو فوق العشرين، يعني هدول الاثنين اعطونا في قوة فوق العشرين. طيب خلينا نشوف حاجة، يعني كيف، يعني مثلا احطهم فوق بعض كده. اوكي، يعني هدول الاثنين الصغار لو حطيتهم بالشكل هذا فوق بعض كده. اوكي واقلب بالشكل هذا ونشوف هل ممكن يعطينا قوة اعلى قوة اقل. نشوف الوضع الملي تسلا. طبعا نشوف هنا، اها شفتوا اي فوق وصل في الثلاثينات 35 40، يعني زي تقريبا بدناش نقول جمعهم فعليا ولكن زي تقريبا جمعهم، يعني وصل تقريبا 40. طبعا كل ما غير، وهذا حسب وين السنسور موجود. نفس القضية هذول الاثنين. اوكي حطهم بالشكل هذا ونقيس المجال. أو شوف 50 وصل، شايفين 50 ملي تسلا تقريبا، بس يعني ما بعرفش العلاقة بصراحة ما بينهم، وهل هم أصلا نفس الأن ولا مش نفس الأن. طيب نشوف برضو هذه المجموعة. تمام، بدي أشوف كيف، يعني بدي أشوفها هيك قديش ممكن تطلع لي. طبعا مالها هيك مش راضي تطلع حاجة عادلة،
معقول اكتر من 200 ملي؟ ممكن تكون اكتر من 200 ملي. حط بالتسلا. اي طلعت 60، طلعت 60 ملي تسلا تقريبا. تمام. طيب بدي احط مجموعة تانية وراها. هل هتطلع اكتر ولا لا؟ شايفهم بضعفوا بعض كأنهم، الا اذا انا بلعب. اوكي، المصيبة في هذا مش مبين لي النقطة الصح اللي انا ممكن يعني استعملها. يعني شايف لما لف هذا كده وكده، فالواحد لازم يعرف بالضبط وين مكان الاقوى اشي. يعني اقوى نتفة هي هذه المنطقة تقريبا. اوكي، وبعدين يبدأ يلف يشوفها اذا في اي حاجات زيادة. نو، ما في. تمام. طيب لو عملتها بالشكل هذا، اي وصل 72. افترض عندي هذه المجموعة، ونفترض عندي هذا في الرايت. تمام. فأنا ايش بسوي؟ بدي احط هذا هيك تقريبا هنا، تقريبا قاس 28. خليني بس افرجيك القضية. هنا تقريبا قاس هي 62، 62، 60 زي هيك. تمام. طيب بدي اشبكه كده وابعده واشوف ايش هيقيس هنا. طبعا ضعيف ضعيف. طب بدي اشيله في الاول واشوف المسافة. ها هنا ما في اي قراءة، لازم اقرب عشان يصير في قراءة. لما اقرب على الاخر يقيس خمسينات وستينات. تمام. لكن لما بعد، هاي هنا ايش صفر تقريبا. ها المنطقة هذه 1 2، بس هنا ايش صفرت معي على الاخر. لكن شو اللي هنعمله؟ هنحط هذه هنا تقريبا، نقرب هذا يعني حسن بس مش بدرجة كبيرة. معناته مقاومة هذا الفرايت كبيرة. تمام. برضه هو موصل ولكن مش بطريقة عملاقة كتيرة. طيب شباب، خلينا نشوف اللي هو المجال المغناطيسي اللي بده يطلع من هذا بتغيير الفولت اللي عليه. تمام. هي الان مش شغال بتاتا، فلما اجي احط هيك ما فيش اي قراءة، لا في اليمين لا في الشمال، ما فيش قراءات هنا ابدا. تمام. فالان بدي ابدا احط عليه مثلا، بدي اخلي اثبت هذه. طبعا هيني حطيتها هيك عشان اسهل عملية القراءة. طبعا في بينهم تقريبا قد عقلة اصبع، يعني السمك هذا بالضبط. تمام. الان بدي اقيس قديش طالع منه، وهذا شيء مختلف شوي. هذا تحته في ايش؟ حديدة، وبالتالي بيعكس ايش؟ المجال المغناطيسي ما بيروح للشقة الثانية، بس بيروح فوق. تمام. بس بيطلع فوق وبشكل ايش؟ مركز. فالان هني بدي احطه ايش؟ بجانب بشكل منتصف. تمام. وايش؟ وفي المنطقة هذه اللي فيها السنسور تقريبا، وابدأ عملية ايش؟ ازود الفولت 1 1. فالان هو 1 فولت، ما فيش ولا اي قراءة. بدي اصير ازود اكتر واكتر، تقريبا 2 فولت الان. قرا 1 ملي تسلا، احطها بالملي تسلا افضل هيك. اوكي، هي 2 ملي تسلا، والان 3 فولت، 3 ملي تسلا، 4 فولت تقريبا. أربعة تقريبا، يعني كل ما زود أنا فولت بزيد هذا 1 ملي تسلا تقريبا. 5 فولت برضو، هاي 5. 6 فولت، 6. 7 فولت، 8 فولت، 9 فولت، 10 فولت، 11 فولت، وهذا 12 فولت تقريبا. تقريبا كل ما زود فولت
بيزيد 1 ملي تسلا وشويه، 1 ملي تسلا 0.1 او 0.05. تمام، طبعا عشان ما ننساش انه في مسافه هنا، تمام، مسافه. وبالتالي انا كل ما ازيد فعلا الفولت والتيار طبعا بيزيد معاه، فبيزيد ايش؟ بيزيد الملي تسلا هنا، وانت بتقدر تحولها لجاوس. تمام، طبعا هذا انا لو ها لو جربته اكثر. اوكي، ها شوفوا، وعملت يعني تغيير في مكان السنسور احتمالها بيزيد اكثر، ولكن فقط انا اثبت لك من الجزء الاول انه ايش، انه بيزيد مع زياده ايش، مع زياده التيار والجهد. ف طبعا احنا وسخنا المالتي ميتر، بس احنا ممكن نطفه بسهوله. اوكي، بالشكل هذا. طبعا خليني الان اعمل تجربه وين اكثر مركز او وين اكثر نقطه فيها مجال مغناطيسي. فالان هبدا ابدا هيك، طبعا نشوف هيك بزيد 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 بزيد. اوكي، بتزيد، هاي قاعدة بتزيد 29، بس حسبته اقوى من هيك. شو هاد؟ طب يمكن انا هيك مدوره غلط مثلا، يعني هاني قاعد بدور فيه على اساس انه ايش، اشوف قراءات اكتر. ما فيش اكتر من 29 هنا، 30، هاي 30. شكله هنا المنطقة هي الحساسة اكتر شيء، بس يعني ما فرقتش كتير، يعني تقريبا 30-31 ملي تسلا يا شباب، هو هذا ايش اللي بطلعه. طيب الان يعني 31 ملي تسلا، هل فعلا تقدر تجذب حاجة كبيرة عشان فقط نقارن قديش قوتها يعني؟ تمام، فهذا ممكن يطلع لك، ممكن هذا بالقوة هذه ممكن يشيل لك هذا حاجة زي مثلا 3 كيلو ل5 كيلو. ماشي، 3 كيلو ل5 كيلو ممكن يشيل لك، يعني جربته قبل هيك. فانت قارن يعني، شوف كيف يعني، حاول تحط في راسك هذه الاشياء قديش بالملي تسلا وقديش ممكن ايش يطلع ويشيل. طيب مع الكلام انه برا ما في اي اشي، تحت ما في، اوكي، والمنطقة الوسطية هذه هي اكتر اشي فيه، المنطقة المطرفة هذه ما في. طبعا ممكن اعمل بالشكل هذا شوية عشان ادور وين في منطقة. هنا ما فيش شيء. اوكي، انا قاعد بس بجرب شباب، فبشاركك يمكن تلاحظ حاجة برضو زيادة عني، قول لي اياها في الفيديو في اللينك في الكومنتات. طبعا شباب بالنسبة للمعلومة اللي قلتها قبل شوية، بالنسبة للمغناطيس هذا يعني شفت واحد مقارب حتى عليه نفس الرقم نفس الابعاد الحاجات هذه كلها، تقريبا بيحكي هنا لو هو بيسالك 12 فولت و8 من 10 من الامبير بيحمل تقريبا 400 كيلو، سر 40 كيلو. تمام، يعني نزلنا هنا تحت لقيت هنا 88 البي اللي هو 40 كيلو تقريبا، نفس الرقم هذا شفته على المغناطيس فعلا بياخد 8 من 10 امبير 12 فولت. فانا يعني يمكن الرقم اللي قلته في الفيديو قبل شوية 3-5 كيلو يمكن يكون خطأ، فانت احتمال هذا طبعا بيشيل 40 كيلو لو انت كنت ملاصق له تماما ولزق فعلا، ممكن يشيل 40 كيلو. فهذه يعني كتصحيح ان كنت انت حابب الدقة. طبعا شباب حابب اعرفكم على هذا الموقع، موقع رهيب جدا، هخليك كمان احط الرابط اسفل الفيديو عشان برضو تلعب عليه لانه جميل، يعني بوضح لك الفرق بين كل حاجة وحاجة وبحسب لك اياها. فنفترض هنا في عندك انواع من المغناطيسات زي ما احنا شايفين هنا، في ديسك، في بلوك زي هذا، في بلوك مع ثقب او ديسك مع ثقب يعني زي رينج، وفي ايش اللي هو زي كروي. بوضح لك هنا الجريد، ايش اختار الجريد، في عندك 35 ل 52، وانت الحين فاهم شو الجريد هذه، كل ما زاد الرقم كل ما زاد قوة المغناطيس. تمام، فنفترض بدنا نحط 52، دخل الابعاد هذه متماثلة، عملت كالكوليت ايش بيجيب لي، بيجيب لي حالات لو انت حطيت المغناطيس ووراه صفيحة حديدية، لو حطيت المغناطيس ووراه وقدامها صفيحة حديدية، ولو حطيت المغناطيس ووراه مغناطيس. تمام، شوف هذه ثلاث حالات. تمام، فبيحكي لو مغناطيس ووراه صفيحة حديدية بيكون قادر على حمل هذا الوزن من المسافة صفر، يعني لو لزقتها انت تماما. تمام، وبقول كل ما بعدت الجسم، نفترض كان جسم في المنطقة هذه او منطقة هذه او منطقة هذه، تمام، كل ما قل القوة اللي ممكن يأثر فيها على هذا الجسم. تمام، يمكن يجذبه ويمكن ما يقدرش يجذبه،
ولكن قديش هذا الوزن؟ يعني هو محطوط بوحدة مش بالكيلو جرام. لو انت عملت هيك سيرش بيقول لك 7.97 تقريبا 3.6 من 10 كيلو جرام، تمام؟ هاي تقريبا 3.6 من 10. طيب الآن يعني لو انا بدي احسبها بالقاوس، قديش المنطقة هذه في بالقاوس، يعني النقطة هذه قديش بالقاوس؟ تطلع عندي تقريبا 3300 قاوس. يعني قديش بالملي تسلا؟ 330 ملي تسلا. ها، ال 330 ملي تسلا يا شباب لو اثروا على جسم ممكن يحملوا 3.6 من 10 كيلو جرام، بس هذه عند النقطة هذه بس، ولكن لو زحت فوق او تحت بقل، تمام؟ ويمكن انت لو شفت هذه، لو ضغطت على سي ماجنتيك فيلد بوضح لك انه كل ما انت في النقطة هذه تقريبا 4000 وشيء، كل ما بعدت انت، اوكي، كل ما قل لحد ما يوصل للمنطقة هذه الزرقاء. هذه منطقة زرقاء، تمام؟ هذه المنطقة هيك صفرة كتير وبعديها بتخضر شوي شوي في المنطقة هذه، تمام؟ وبالتالي انت كل ما بعدت عن السنتر كل ما بتقل الفورس. طيب هذا 52، لو حطيت لك 35، هتذكر هذا الرقم تقريبا 8. لو حطيت لك 35 وعملت كالكوليت هي صار 5. يعني كل ما قل الرقم هذا كل ما انت حصلت على قوة جذب اقل. طبعا احنا في الفيديو تبعنا اللي قبل شوي عملناه احنا ما حطيتش مغناطيس وراه صفيحة ولا اشي، لا، حطيت مغناطيس بشكل عام، تمام؟ وبالتالي انت لازم فقط تفرق، تمام؟ طيب لو انت رحت للمناطق التانية هذه هتلاحظ ماجنتيك فيلد، خلينا نختار اي واحدة وكالكوليت، هيوضح لي هنا الماجنتيك فيلد في النقطة هذه وقديش لما بعدها بعدها بعد بصير اقل فاقل. فدائما شباب المنطقة الوسطية هي اكثر قاوس فيها، اكثر قوة فيها. لو رحت على الثيكنس وعملت هنا اطلعت على هذه، شوف يا شباب الصفيحة الحديدية هذه اللي اسفل في اسفل المغناطيس، يمكن يعني لحالات انت بتحط فيها الصفيحة الحديدية، بقول لك كل ما زاد اللي هو السمك تبعها كل ما انت المجال المغناطيسي هنا بيكبر، تمام؟ هيو، كل ما زاد الثيكنس كل ما قوة الجذب، اوكي، وقوة التأثير هنا بتكبر، تمام؟ فانت ممكن تقوي مغناطيسك بانك تحط وراه ايش؟ في صفيحة حديدية. طيب نروح على الجاب، في عندك هنا بقول لك مغناطيس وتحته مغناطيس، لو انت عملت كالكوليت بيجيب لك انه والله في النقطة الوسطية هذه بالذات بيطلع تقريبا 10000 جاوس، يعني تقريبا ايش؟ 1 ملي تسلا، تمام؟ ال 10000 جاوس. لو انت حطيت حدتين بالشكل هذا عملت كالكوليت تقريبا 11700 زادت شوية، تمام؟ بالشكل هذا. لو انت حطيتهم بشكل مدبب شوية، شايفين بشكل مدبب بالشكل هذا، هيزاد ل 15000، زاد ايش يعني 50% زيادة، تمام؟ فهذه يعني انا بدي اياك بس هيك تكون فكرة. اليونتس يا شباب طبعا ممكن انت تقيس الماجنتيك فلوكس، تمام، بالويبر او بحاجات تانية، ولكن اللي احنا مهتمين فيه الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي هو البي، بنقيسه بتسلا بالملي جاوس بالملي تسلا والكلام هذا كله، او ويبر على متر تربيع. زي ما قلت لك الواحد تسلا 10000 جاوس. انت ممكن هنا يعني تقرا هذا المجال، يعني الماجنتيك فلوكس دنسيتي هو البي، تمام، ويقاس بالتسلا، تمام. طيب لو انا بدي الاتش، هذا هو الاتش اللي هو عباره عن الفيلد سترينث، تمام، شده المجال وغالبا الكهربي، تمام، ويقاس بالامبير على الميتر او الاوستد، اوكي، أميتر أمبير على ميتر أو الأوستد. طيب أنا عرفت البي وعرفت الأتش، إيش الخمسة وثلاثين والثلاثة وخمسين اللي بيظهروا لي في المغناطيسات هذول؟ يعني هذا بقول لك مش مكتوب هنا أن إيش مثلا، يعني هذا مغناطيسي، ملف مغناطيسي، هذا مش شو اسمه، مش واحد ثابت. ايش البي والاتش، او ايش ال 53 ان، ايش ال 35 ان، ايش ال 42 ان، ايش هو بالضبط؟ بقول لك يا سيدي هذا حاصل ضرب البي والاتش. ايش البي والاتش؟ لو انت زودت التيار شباب في المغناطيس، تمام، بتمغنط بمغنطه معينه بصير له بي معينه، شده مجال معينه، ولو قللته بيقل المغنطه تبعته، تمام. فهذا عباره عن ايش؟ رسمه المغنطه مع التيار الاتش مع البي، تمام. طيب
بقول لك احنا ضربنا البي والاتش عند كل النقط تبع هذا المنحنى، البي ضرب الاتش، البي ضرب الاتش، تمام؟ واخذنا الماكسيمم، يعني اي واحد فيهم درجته عاليه او حصل ضرب عالي هو اللي بنسميه ان 42 او ان 52. يبقى 52 و42 هذه اجت من وين؟ من حاصل ضرب البي مع الاتش. طبعا حاصل ضرب البي مع الاتش، طبعا البي اللي هو عباره عن يقاس بالتسلا، الاتش بالامبير على الميتر او الاوستريد. فايش حاصل ضربهم؟ بقول لك حاصل ضربهم او التعبير عنها بالميجا جاوس اورستد، ميجا جاوس اورستد، تمام؟ حتى هيك ام جي او اي، تمام؟ هذا هو البي ضرب الاتش. فلما يكون لك عندك 42 ماجنت، هو عباره عن في جواته ماكسيمم انرجي برودكت، انرجي برودكت مش انرجي، انرجي برودكت 42 ام جي او، تمام؟ و52 بيكون اكبر. فانت كل ما على هذا بيكون قوة جذبه للأشياء أكثر، اللي هو الأشياء اللي هو المغناطيسية، تمام؟ فهذا بدي أسيب الموقع أنا بصراحة بين إيديكو علشان يعني تتعلموا منه شوية، تجرب هذه الحاجات وتعمل هنا كالكوليت لحاجات كتير وتزودها وتقللها بحيث إنك تشوف إيش علاقة حاجة بحاجة وإيش هيصير معك عشان تزود فهمك. طيب شباب، نتمنى تكون استفدت من المعلومات الموجودة في هذه الحلقة وعرفت بعض الأدوات اللي ممكن تستعملها والفرق بين هذه الأرقام عشان تحدد شو عايز وشو ممكن تستفيد منه. نتمنى نشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.